عموما خلينا كمان يا اودي نروح لاجواء مونديال قطر، واظهرت طبعا تفاعل الناس وحبهم للمنتخب السعودي، ومن المقاطع اللي كانت منتشره بشكل كبير وتم تداولها تفاعل لمشجعه للمنتخب السعودي، وكمان توقعت فوز المنتخب على الارجنتين. خلونا نتابع هذا المقطع ونرجع. أكيد يسعدنا أن تنضم لنا المشجعة جوجو عبر سكايب وهي نشطة على مواقع التواصل الاجتماعي. هلا وسهلا بك يا جوجو. هلا مساء الورد يا حلوين، نورتينا. جوجو كلمينا عن هذا المقطع الحلو المتداول اللي كان يعني واضح أنه كان مرة بشكل عفوي، لكن الفرحة كانت مبينة في عيونك. الله يسعدكم. أول شيء بحب أشكركم على استضافتكم الكريمة. Thank you so much. حب كبير لكم. وصلتوا صوتي. بخصوص هذا المقطع اللي شفتوه انتشر، أول شيء بحب أشكر القبول عند الناس اللي حطوا، وقبول الجمهور السعودي الكبير اللي حب هذا الفيديو، وما شاء الله انتشر بطريقة كتير كبيرة. وبشكل خاص لوالدتي اللي هي عطول عم تشجعنا من أول خطوة وعطول لحقتنا بالمدرجات طول الوقت. فهذا الفيديو العفوي اللي شفتوه أمامكم هو تصور بقلب الملعب، والصراحة أنا بشجع السعودية كونهم جمهوري الكبير ومحبيني على كل التواصل الاجتماعي. فهذا الفيديو كان مرة عفوي، إذا ملاحظين أنا ما عم بقدر أحكي من كتر الصريخ وقت المباراة، يعني من كتر التشجيع والحماس بقلب المباراة صوت ما في، ما مش موجود. بخصوص هذا الفيديو وتوقعاتي، طبعا أنا قلت ضد الأرجنتين يا 2-1 يا 3-1. كيف توقعت؟ من محبتي للجمهور ومحبتي للفريق عارفة أنه عندي ثقة تامة أنه هني حيقدموا أحلى ما عندهم، وخصوصا الشخص اللي كان عم بيصورني لما قلت له الفوز السعودي ضحك علي، طلعت فيه قلت له ما بدي أتوقع الفوز السعودي 100%. وبرضه فتنا لجوا وكانت فرحة لا توصف، والله أحلى مباراة ممكن أنا أحضرها، وأنا انتبهوا من محبي الكرة، فكانت أول مرة بحياتي بتابع كرة والحمد لله أن فزنا. طب جوجو ما شاء الله يعني يومين وانت في تغطية ونقل للأجواء حقت الكورة، كيف شفتي الملعب؟ كيف تفاعل الناس؟ كيف إحساسك؟ إيش تشوفين أفضل؟ إني أقعد في البيت ومروقة على تي في ولا أحضر بملعب؟ أنا الصراحة قبل ما أطلع معكم كنت عطول عم أقول على التواصل الاجتماعي تبعي، عم أقول أي حد قادر إنه يجي وما اجى والله حرام راحت عليه، لانه القصص اللي نحن بنتابعها بالملعب غير، يعني اللاعبين اللي عم تشوفهم قدامنا بتشوفون عم يعطوا من قلبهم غير الكاميرا كيف عم بتصور. هيدا اولا. ثانيا يعني الجماهير الموجودين بينبع فيكي من داخل شعور وفرحه لا توصف، خصوصا يوم الفوز. يعني نحن لما طلعنا من الملعب يوم فزنا على الارجنتين، يعني الارجنتين يعد من اقوى المنتخبات ومعهم يعني ما شاء الله ميسي من اقوى اللاعبين، فيوم نحن طلعنا من الملعب وعم نشجع ومبسوطين ورايحين نفرح، من اول ما خلصت المباراه لين خلصنا لين رحنا على محل اجتمعنا كلنا بالبيت السعودي كل الوقت، يعني عندنا طاقه ما توصف. فاليوم انت تروحي على قطر ويكون لك فخر كبير انك تكوني متواجده ببلد عربي عم ينقل صوره حلوه، وصدقوني صدقوني كنا كلنا متوقعين انه حيكون زحمه وما رح نقدر، ما شاء الله قطر عامله اداء بعقد وفي تنظيم لكل شيء وما عملتهم وبيساعدوك بكل شيء وابدا ما بتحسي بزحمه، وبالملعب غير على التلفاز. يعني كنت اول مره اكسبيرينس بتابع كره لايف، وصراحة أنا كنت على طول عم بفتح لايفات وعم بصور، فكان تفاعل كبير، ويوم شفت الجمهور مبسوط تشجعت أكثر وصرت أقول يا ريت بحصل تيكت، يعني عم نبش وين ما كان إذا في حدا يدبر لي أي تيكت. والله مش كيف بدي أجيب تيكت ترى، والله بكيت من يوم يوم خلصت أقول إنه في السبت مباراة وما حصلت. طيب جوجو بما انك ذكرتي البيت السعودي او الجناح السعودي، طبعا هو جناح مرافق لكل المنتخبات او المشاركين هناك، لكن ابغى اعرف يعني كيف شفتي الجماهير العربيه في سعودي هاوس او البيت السعودي؟ كيف كان التشجيع؟ كيف كان التفاعل؟ كيف كان الحماس؟ حكيني عن الاجواء هناك.
الصراحة ما شاء الله كنا كلنا قلب واحد، عم نهتف بنفس الحماس ونفس الروح. وانبسطت كتير يوم شفت السعوديين مبسوطين مع بعض عم يفتخروا بفوز فوزاً على الأرجنتين. يعني نحن كنا عن جد، يعني أنا عم بحكي بصوتهم وبصوتي راح صوتي بالإذن، عم نهتف إنه من قلبنا نحن بنوثق إنه نحن حنفوز على الأرجنتين. يعني يوم تشوفي اللاعبين لعبوا من قلبهم وانقهروا وزعلوا وانبسطوا يوم فزنا ونحن رحنا احتفلنا، يعني كلنا كنا عم نهتف بقلب واحد. والجمهور السعودي ما شاء الله كتير كان جوه حلو وكان محترم، وكان كله عم يتصور مع كله، وكل الناس اجوا لعندي عم يتهتفوا إنه هي مش أنت جوجو حقة الفيديو. فكان شيء كتير حلو صراحة، مع أنه كان كتير زحمة بس برضو كانت الأجواء كتير حلوة. جوجو إيش تقولين بكرة؟ بكون صريحة، ما حد يوقعي الفوز وأنا بأكد لكم اسمعوا مني، بتوقع حسب توقعاتي يا 3-1 يا 2-1، يعني نفس الشيء، بس بتوقع انه في 2 جول للمنتخب السعودي ان شاء الله. اكيد باذن الله، يعني المنتخب السعودي يرفع راسنا زي ما فرحنا مع طبعا مباراته ضد الارجنتين، وهالمره كمان يحقق الفوز ضد بولندا. كلمه او رساله اخيره ابغى اسمعها منك توجهيها لجماهير كره القدم في مونديال كاس العالم 2022. أول شيء بحب أقول لهم شكراً على هالنشاط والحيوية والمحبة اللي عم بيقدموها بالملعب، إن كان بقلب الملعب أو خارجه. ثانياً يعني كلنا بنعرف إنه التشجيع هو من أساس الفوز، فكيب إت أب، خليكم على نفس الهمة، الله يسعدكم. وعن جد لو شو ما صار خلوا راسكم دوم مرفوع، ما تزعلوا، لأنه نحن فزنا بقلوب العالم كله، نحن كعرب وصلنا هيدا الرسالة لكتير الجماهير ورفعنا روسنا لفوق، انه قدمنا هذا المونديال التاريخي اللي ما بيتكرر. وشكرا. ثانك يو جوجو، يعطيك العافيه وشكرا لك وعلى تواجدك اليوم. مشاهدينا اكيد راح نكمل ولكن بعد الفاصل.